سيد الرئيس سيد الوزير، في سبيل تأهيل مهنة المحاماة النبيلة نصت المادة القانون رقم 0828 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة في المادة السادسة منه على المقتضيات التالية: تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة لتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي تتحدد بنص تنظيمي، غير أنه رغم مرور عقد ونصف من الزمن على نشر هذه المادة إلا أنها لم تجد لها سبيلا إلى التفعيل. لذلك السيد الوزير نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتسريع بإحداث مؤسسة للتكوين في مجال المحاماة. شكرا. تفضل السيد الوزير لكم الكلمة. سيد الرئيس، شكرا سيد النائب. مستقبلا دابا المعهد موجود مبني مفضي كاين خدام، قانون المهنة عند أمانة العمل الحكومة غادي يجيكم، غير يدوز قانون المهنة لا، ولكن صرت على هذا المعهد هذا وغادي يسقى المعهد هذا. درنا فيه التكوين لمدة 3 سنوات، السنة غيدوز فيها امتحان ويقرا سنة، خصو ينجح في الامتحان باش يمشي يدير التدريب ويرجع يمشي يدير واحد التكوين آخر في المؤسسات العمومية ويرجع ويدوز الامتحان عاد يكون محامي. وغادي تكون واحد 200-150 محامي في السنة، ما كانش كثر. هذا الأمور غتزير شي شوية، ولكن الظرف خصو يتكلم اللغات عادي. لو يكون محامي متخصص في الضريبة ولا متخصص في الرياضة يدوز واحد السنة أخرى ديال التكوين في هذاك المجال داخل المعهد. المعهد موجود، خصو القانون يجي للبرلمان باش يدوز باش ندخلو باش مضيان يولي محامي. شكرا. السيد الوزير، لا يختلف اثنان في أن مهنة المحاماة ظلت على الدوام تتميز بنبل رسالتها وسموها فضلا على العراقة ورسوخ أعرافها وتقاليدها، الأمر الذي جعل منها رافعة من رافعة دولة الحق والقانون ودعامة كبرى لتحصيل المكتسبات المحققة في مجال الحقوق والحريات الأساسية. لذلك نصت المادة السادسة من قانون رقم 0828 بتعديل قانون مهنة المحاماة على أنه تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدث بنص تنظيمي، غير أنه إلى حدود الآن لم يجد هذا المقتضى المهم سبيلا إلى التفعيل، الأمر الذي كان من نتائجه المباشرة الارتفاع المتزايد في عدد المحامين المتمرنين دون أن يجدوا مكتبا لقضاء فترة التمرين. لذلك نتطلع السيد الوزير العدل المحترم إلى إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود في أقرب الأجال، خصوصا في ظل النقاش. شكرا سيد النائب المحترم، انتهى الوقت. هناك من تعقيبات إضافية في الموضوع؟